FM. الكلمة ليك تقول عليها بنت البي جديد دونك أنيس الخميسي نسمعوه في كابا فاميلي أول مرة دونك غنية حلوة برشا بالتوفيق وبالنجاح والأوديو ياسر حلو خلنا نحكيو على الكليب تويك الكليب وقتاش صورته على فكرة الكليب راهو تلقاوه على الشين يوتيوب نتاعك هكا وعلى الصفحه على اليوتيوب وعلى الباج فان نتاعي على المير نتاع علينا في صوتك يا انيس راه الناس تحب تسمعك راه في اليوتيوب في الشين يوتيوب نتاعي في الباج فان نتاعي في المير نتاع الفيسبوك نتاعي موجود في كل بلاصه بارتو معناها بارتو اوكي دونك هاكا كليب بنت البي اي احكينا على الكليب كيفاش شكون اخراج شكون مهدي عويني مهدي عويني ان جون تالون معناها تالون ايغوي هذا في مهدي العويني نحييوه بيان سور تحيه كبيره تحيه ليه تصور في قبل رمضان معناها قبل رمضان تصور في تاكلسا ما بين تاكلسا وما بين في استوديو كرماكي هو البلايص اللي صورته فيهم شبان حلوين برشا حلوين برشا والبلاصه حلوه برشا ان نجم نقولوا عليها اللي هو البلاصه القصر بتاع وسيله بورقيبه عنده معناها تاريخ وعنده كذا نتمنى ان شاء الله البلاصه هذيك تولي بالحق مهمله شويه نتمنى تخدمش تكون مزار للسياح والكذا فان شاء الله يعتنيوا بها شويه شكرا ليك على النصيحه خلينا نرجعوا للكليب لا شكرا على واجب يا اخي العزيز كمل لي الكليب قديش قعدتوا تصوروا نهارين صورنا نهارين مدير تصوير شكون مانيزم الحيوان حتى ما تستحضرش الاسم احتراماتي ليه طبعا انا باش نسالك سؤال بكل صراحه انت مقتنع بالكليب والله ايش نقول لك حاجه انا بالنسبه هي فكره جديده باش تقول لي مقتنع بالكليب انا كل عمل نعمله مقتنع بيه بقينا لانه سمعنا عليه برشا كلام صراحه يعني سمعناه معناتها بين الكليب اللي صورته قبل وبين يخطئ ويصيب مش معناه خاطر انا صورته لا واضح شوف الانسان نجم يخطئ ويصيب وانا قابل للنقد اذا انت ترى غير هذا مش انا مش كان انا نحكي لك ما قيل وما حاجات نبداو واضحين فما برشا ناس كونتر وفما ناس بور وانا نحترم الاراء الزوز هات نناقشوا الكونتر تفضل ما نحكيو على ما قلتش نناقشوا البور هات نناقشوا الكونتر تفضل شنو اعطيني شنو معناها الصوره هذيك انت ترى انه خرجك في ابها حله مثلا شوف هي راهي فاهمك حاجه هي اخر حاجه تفهم بها الكليب فهمتني ليماج الحقانيه نتاع نيس الخميس هي اخر حاجه اللي انا واقف في بوتيك سو ديزون هي ما سامحني فما كونتراديكسيون بين هي حلمه هي شنو هي كيفاش هي شنو هي الحكايه هو في الاخر بالكل والحلمه اش بها سفره في الاخر تقلبت فهمتني ولا ستيل المخرج راه او المدير التصوير راه هو تصوره راها تكون هكاك هي حلمه فهمتني ولا هي ما جاوبتيش على سؤالي قاعد تهرب انت لا انا قلت لك هل انت مقتنع قلت لي فما الانسان يخطئ ويصيب انا مقتنع يا نعم معناها كي لا خاطر كي تقول لي انا الانسان يخطئ ويصيب معناها كانك عندك جانب من الخطا تستعرف به انا حسيت من كلامك اللي انت معناها عندك اخذ علي قلت لك الانسان نجم يخطئ نجم يخطئ ما قلتكش انا راني مخطئ قلت لك الانسان نجم يخطئ ويصيب باهي لو تقارن بينه وبين الكليبات اللي صورت لا ما نجمش انا ما نجمش نقارن كل واحد وجو وكل واحد وستيل باهي ترى انه الغنيه عاتيه هي البلوس اكثر ممكن للفيديو ممكن المقارنه الوحيده المخرج الاولاني نتاع الكليب تاع الكليب الثاني مش الاولاني فهمتني اطول من المخرج نتاع الكليب الثاني هذيك لا بالحق نحكيو معناتها سيريزمون اما زوز بوغوسيت اذا نقول لك يا انيس نعرف راهو ما خلينا نحكيو بوضوح ترى انه مثلا واحد مطلق الاخر مش مطلق هاو سؤال اخر اسمعني هاو سؤال اخر ترى انه الاوديو ثاني على باب الطلاق يا ودي بشويه عاد خلينا ما عادش عندنا برشا وقت برا تفضل سؤالي ترى انه الاوديو هو اللي شايل الفيديو ولا الفيديو شايل الاوديو انت تعرف انه اذا نقول مش حاجه تشيل هذا وتشيل لا انا بالنسبه لي في التصوير ساعات الاوديو يبدا هو هازز انت عندك انا راه عمل نسال فيك سالتك كله عندي كله مع بعضه انيس انا ديما الاسئله نتاعي يوفيو بنقاط استفهام جاوبني قلت لك انا بالنسبه لي انا عمل متكامل فهمتني لا هذا هزاد لا هذا اختيار مريم بن ملاهم كان شكون اللي عمل كاستين شوف مريم بن ملاهم هي صديقتي هي صديقه العائله نعرف الوالد نتاعها نعرف كيفاش مدخلنا في هذا باش نعطيك نعطيك من الاول معناها كيفاش نعرف انا مريم بن ملاهم دونك مريم بن ملاهم قدش مره تقابلنا كذا تقول لي وقتاش نصوروا كليب نصوروا كذا كي جات الفرصه بالك شي صورت معاها باش تعمل البوز لا لا لا
حاجه هنكمل. كي جات الفرصه كنت نجم نصور معها من الكليب الاولاني نعمل الباس. وين المشكله في هذه؟ المشكله يعني انا مخرج وقتها ما قبل اكس مثلا، ممكن انت ما طرحت لك الموضوع، ما طرحتهولكش الموضوع، فهمت؟ وهي وقتها بالحق في تنبكها، معناها في تنبك الباس نتاعها، صحيح ولا انا غلط؟ ما هي ديما عامله الباس. لا لا سيتو وقتها. تحيه بربي لصديقتنا ميمي. ميمي تحيه ليها ونحترمها ونحبها برشا. انا عرفت على المخرج قلت له فلان الفلانيه، قلت له عندك مانع في الموضوع؟ قال لي لا ما عنديش مانع، تتماشى مع الجو. تفضل صورنا. هو عنده رؤيه، اعطاني ستوري بورد. معناها تتماشى مع الجو، معناتها راه فيها انه هي مثلا تنجم تكون بنت البي مثلا. هذه تنجم تسال المخرج. ليه ما انت حكيت معاه؟ مش انتم سامحني، انتم الناس كل شاده في مريم. مريم تقول شريم حاسين انا جايب واحده يهوديه، يا ولدي راهي تونسيه وبنتنا. ليه برشا ناس ياسر واخذات على مريم ما فهمتش علاش. وثاني حاجه على خاطر الناس الكل يقولوا انك انت جبتها باش تعمل بها الباس. وعلاش باش نعمل الباس؟ كيفاش قام باش نعمل الباس؟ شنو هي انت قلتوا الكلام هذايا زاد شنو؟ في الاوف مره قلت. وين قلت في وين الاوف؟ هات انا قلت. هات اعطيني جيب لي تسجيل. قلت لي تنجم تعاون مريم، معناها حاجه من الحاجات، حلقه من الحلقات اللي كانت تنجم تنجح الكليب. مريم معناها الناس الكل تعرفها، فهمتني؟ تنجم تضيف للكليب. اضافت حسب رايك؟ شو اضافت؟ اضافت للكليب. شوف انا قلت لك عمل متكامل، صوتي مع حضورها هي مع تصور المخرج. انا في رايي انا نحسك انيس بصراحه وكانك مازلت تلوج على بلاستك، معناها بعد كارير هذيا الكل. يؤسفني اني نقول لك انك وكانك مازلت تلوج في بلاستك، معناها مازلت ما شديتهاش الحاجه اللي تلوج في حاجه، مازلت ما خطفتش. والله ايش نقول لك، اذا ما خطفتش في الاوديو برا نجربوا الفيديو نعملوش فيه فازة هكا، نجيبوش فلانه نعملوش حاجه، اذا خطفت في الفيديو برا الاوديو يطلع كذا. والله ايش نقول لك، انا نحب نعطي معلومه باش نسرقها لك المعلومه. تفضل. انت عندك اغنيه جديده باش تصدر قريبا ان شاء الله، ربي يسهل ان شاء الله. ماهيش تونسيه ولكن شرقيه. هي شرقيه مثلا انا بيرسونيلمون جو تروف انه تنجم الاغنيه هذيك تعمل لك حاجه ان شاء الله ربي يسهل. معناها اسكو فهمت شنو؟ انا بالنسبه لي انا شو انا راني كي نخدم ما نجمش بالحق، معناها ما عادش فما مقاييس نتاع نجاح، هذه تنجم تنجح هذه ما تنجمش تنجح. لا وانت معروف نجم تخدم، ايش معروف نجم تخدم حاجه طياره على جميع المستويات وتتعدى مرور الكرام، وتنجم تخدم حاجه اشطر الباس وتنجم تنجح. فشوف انا نحاول نوفر كل ظروف النجاح. الناس تعرف بعد النجاح من عند ربي. انت تعرف انه السوق تويكا وليت معناها فيها كما تقول فيها اباطرة نتاع برشا حاجات نتاع برشا مستويات، صحيح ولا صحيح؟ انت انسان نحسوك بون دافي عاقل، فهمت؟ شكون ينكر هذا؟ معناها معروف حتى شخصيتك هكا تا بيرسوناليتي نورمال عيشتك اكسيتيرا. شكون قال لك هذا غير هذا؟ لا ما قلتلكش انا. قالوا انا مشاكس؟ بالعكس انا لا ما قلناش مشاكس، ولكن ساعات يلزمك سامحني ما يلزمك ساعات تكون مشاكس، يلزمك ساعات تفك، يلزمك ساعات تمشي تو سوت سو لا بون اوكازيون اكسيتيرا. تعمل بوز قصدك بطريقه اخرى؟ مش بالضروره تعمل بوز. مال شنو تخرجني من القشره نتاعي شنو معناها؟ ما فهمتش. معناتها ما تراش انه قله الجراه في بعض الاشياء قد تنعكس عليك بالنيجاتيف؟ ممكن شوف يقول لك حاجه، مش قله جراه، مي ممكن ساعات نقول هي فك عليا، معناها بنقص نكون دبلوماسي شويه. وهي كلامك صحيح، في بعض الاحيان يلزمك في وقت من الاوقات وقت اللي كلمتك يلزمك تقولها يلزمك تقولها، ما تكونش دبلوماسي، فهمتني؟ ممكن انا كثرت شويه من الدبلوماسيه بوتيتر وي. حقهم يحطوك في الخارجيه مثلا؟ ممكن تنجح اكيد طبعا. تجي سفير؟ نجي في انا بلاد سفير النوايا الحسنه. بالله الحسنه حسنه هذيك صديقتنا اللي لها براغب علم. تحيه ليها طبعا. تحيه ليها. انيس بون ان توكا فيليسيتاسيون على الغنيه اولا، ثم فيليسيتاسيون على الكليب. بصراحه انا الغنيه حبيتها على الاخر. الكليب باش تلقاوه معناتها مش خاطر حكينا في بعض المؤاخذات راه، ولكن الكليب لا بالعكس معناتها نحن نحكيو شنو لو بوغ لو كونتر، باش هكاك نحاولوا نقدموا نعملوا حاجه من خير. الكليب باش تلقاوه على الباج اوفيسيال نتاعنا راديو كابا فيم، باش تلقاوه زاده على السيت نتاعنا على شين يوتيوب نتاع راديو كابا فيم. دونك تفرجوا فيه كيما زاده تفرجوا فيه زاده على شين اوفيسيال والباج اوفيسيال نتاع انيس الخميس. كابا فيم الكلمه ليك.